اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده في عدد من المحافظات كان في خروج للعديد من المواطنين في الميادين والشوارع لدعم القضيه الفلسطينيه وتأييد جهود الدوله المصريه ودعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضيه الفلسطينيه، اللي الحقيقه كان هناك دعم على كافه المستويات لفلسطين وللقضيه الفلسطينيه، ويعني مساعي دبلوماسيه وسياسيه قويه ودؤوبه من الجانب المصري. والحقيقة دي مش حاجة جديدة، الموقف المصري على طول داعم للقضية الفلسطينية، الموقف المصري على مر التاريخ داعم للحق الفلسطيني وعلى مر الأجيال جيل بعد جيل، وكأننا يعني بنورث هذه القضية عن أهالينا، عارفين الحق الفلسطيني ونعي ده تماما. وزي ما حضراتكم شايفين الصورة في عدد من الميادين زي الحصري في 6 أكتوبر، ويعني كان هناك مظاهرات مؤيدة لفلسطين والأعلام زي ما حضراتكم شايفين المصرية والفلسطينية جنبا إلى جنب، وهتافات الناس تأييدا لفلسطين. والحقيقة مش بس في القاهرة لا، وكمان كان في خروج للناس بالألاف يعني في محافظات أخرى، شباب وزي ما حضراتكم برضو شايفين الصورة معبرة عن تفاوت في الأعمار اللي موجودة في المظاهرات دي، والهتاف كان بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين وتسقط تسقط إسرائيل. وزي ما بقول لحضراتكم ده هم دول المصريين على مر التاريخ وعلى مر الأجيال، دعم لا محدود للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، نعي تماما ونعي أهمية هذه القضية الفلسطينية وأهمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.